حينما تتأمل مثل قوله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين، حصر، يعني كأن القبول محصور في المتقين، مما يدل على أن الصفة هذه لها معنى خاص، أو أن من فعلا لزم التقوى لابد أن يكون على درجة من العلو والسمو والالتزام فيما يطلب التزامه والحذر فيما يجب الحذر منه. مما يحسن الالتفات إليه وقد يكون يعني يغفل عنه المسلمون عموما وطلبة العلم والواعظون على جهة الخصوص، وهو أن كل جمعة، كل جمعة خطيب الجمعة يقول اتقوا الله، عباد الله اتقوا الله، ولعله أن يقولها أكثر من مرة، بمعنى أن على الأقل المسلمون يستمعون أو يسمعون أو يوصون ما لا يقل عن كل أسبوع يذكرون بالوصية بتقوى الله. وكلمة وتقوى الله هي الكلمة الجامعة، الجامعة لأمور الدين كله، فهي يعني تعني الدين كله. إذا وردت وحدها فهي تعني الدين كله، أما إذا وردت مع أشياء أخرى قد تكون للأعمال ويكون غير الأصول أحياناً ترد مع توصية مع وصايا أخرى، حينئذ يكون لها معنى حسب ورودها، أما إذا أطلقت فهي تعني الدين كله. ولهذا التقوى في حقيقتها لا من حيث اللغة، من حيث اللغة هي التقوى من الاتقاء، التقوى من الاتقاء. والعبد حينما يقال له اتق الله بمعنى اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، كما أنك تتقي ما تتقيه من ما تظن أو يغلب ظنك أنه قد يلحق بك ضررا أو أذى، فإنك تجتهد في أن تتقيه. والاتقاء هو بمعنى أن تجعل بينك وبين ما تخشاه أو تحذره وقاية. ولهذا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، بمعنى اجعلوا بينكم وبين النار وقاية. والتعريف الجامع للتقوى هي طاعة الله في أوامره والتزامها، وطاعته في نواهيه بالحذر منها وتركها، هذا هو المعنى الجامع للتقوى. لكنها يعني من حيث يعني مواردها أو من حيث مواردها في النصوص الشرعية تعني كما قلنا الدين كله. ولهذا يعني بل يعني حينما تتأمل مثل قوله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين، حصر، يعني كأن القبول محصور في المتقين، مما يدل على أن الصفة هذه لها معنى خاص، أو أن من فعلا لزم التقوى لابد أن يكون على درجة من العلو والسمو والالتزام فيما يطلب التزامه والحذر فيما يجب الحذر منه. وإنما يتقبل الله، وهذه محصورة حصر، إنما يتقبل الله المتقين.